الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أجل بيان حكم وداع الصاحب ووصيته عند فراقه، سواء للسفر أو غيره، فيشمل غير السفر كعند قرب أجله ونحو ذلك، فإنه ينبغي له في مثل هذه الحال أن يوصي. سيمر علينا فيما ذكر من الآيات والحديث رحمه الله تعالى. قال: والدعاء له وطلب الدعاء منه. وسيمر علينا بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام على هذه المسألة في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الآيات في وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبنيه، ووصية يعقوب كذلك لبنيه، وذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوصى بنيه بأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذه أعظم الوصايا وأعظم ما يوصي به العبد بنيه وأهله، أن يوصيهم بالتوحيد، لأن التوحيد هو رأس الأعمال ورأس المال، إذا فقده المرء فقد دينه. ولذلك أولى ما يعتني به المرء في تعليمه ووصيته لأهله وللناس أجمعين أن يعتني بهذا الأمر العظيم، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد ليس له وقت محدد، بل كل وقت يدعو فيه المرء إلى التوحيد. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يوصي بنيه بالتوحيد في أول أمره وفي وسطه وفي آخره حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. كذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام وصى بنيه وهو في حال الموت بتوحيد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته يوصي الصحابة بالتوحيد ويحذرهم من الشرك ووسائل الشرك. كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه وهو في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، وهو في ماذا؟ وهو في مرض موته الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي للمرء أن يدعو للتوحيد في أول الأمر ويتركه، بل لا بد من الدعوة للتوحيد دائما وأبدا حتى تقبض الروح على هذه التوحيد، على هذه الدعوة، دعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهنا في هذه الآية قال: وصى بها إبراهيم بنيه، يعني وصاهم بالتوحيد، ويعقوب أي ويعقوب وصى بنيه كذلك بالدعوة التي دعا بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والوصية المراد بها هي المذكورة قبل هذه الآية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم، يعني الأمر بالإسلام وهو التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهذا أعظم الواجبات وأهم المهمات أن يعتني بها المرء في بيته وأهله، الدعوة إلى الإسلام والاستسلام،
الاستسلام والانقياد لأحكام الله. وهذه مسألة عظيمة، مسألة لو أن الإنسان أنفق عمره كله في بيانها وتعليمها لكان ذلك قليلا في حق هذه الدعوة العظيمة، وهي دعوة الإسلام، الاستسلام لله عز وجل. استسلام له بماذا؟ بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله. هذه الأصول العظيمة عندما قل الكلام عليها بين الناس ضعف الدين عند الناس إلا ما رحم الله، ولذلك تخطفتهم الشبهات، فصارت أدنى شبهة تأتيهم في وسائل الإعلام ووسائل التواصل تفعل فيهم الأفاعيل وتلقي في قلوبهم الشك. ما الذي جعلهم على هذه الحال؟ عدم التعاهد لهذه الوصية العظيمة، وصية التوحيد والاستسلام لله به والانقياد لله بالطاعة. هذا الأمر العظيم وهو الاستسلام لله اليوم يفرط فيه كثير من الناس، فتجده يكثر الاعتراضات على الأحكام الشرعية، وقد يخرجهم بعضها وقد يخرجها بعضهم مخرج الاستشكال. لا استشكال في أمر الله وأمر رسوله، بل الواجب في أول الأمر الإسلام والتسليم والانقياد، أن تسلم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله. ما كان لنا الخيرة في هذا، وإنما الواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، آمنا وسلمنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في خيرة، ما في اختيار، جاء الأمر من الله ورسوله، استسلم لله بالطاعة. لا بد أن يستسلم المرء، وهذا هو معنى الإسلام، وهذا هو معنى وصية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لبنيه، ووصية يعقوب لبنيه، أن نستسلم لله بالتوحيد وننقاد له بالطاعة. هذا هو معنى الإسلام. وذلك المرء إذا قال أنا مسلم قل له ما هو الإسلام؟ الإسلام أن تستسلم لله، استسلم، قل آمنت وسلمت، سمعت وأطعت. فهذه وصية عظيمة وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ثم قال سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. هذا الخطاب لمن؟ لليهود الذين يزعمون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط كانوا هودا أو نصارى، فالله عز وجل يرد عليهم يقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. قطعا ليسوا شهداء لأنهم لم يوجدوا أصلا، فأخبرهم الله عز وجل هذا الخبر الصادق أن يعقوب عليه الصلاة والسلام عندما حضره الموت ما الذي وصى؟ هل وصى باليهودية؟ هل وصى بالنصرانية؟ إنما وصى بالإسلام، أوصى بالتوحيد، ولم يوصي بالشرك الذي عليه اليهود والنصارى. قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. انظر في حال الوفاة وحال الموت وما يعتري ذلك المقام من الأمور العظيمة، إلا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لم يترك الدعوة إلى التوحيد ولم يترك الوصية لأبنائه بهذا الأمر العظيم حتى قرت عينه بما سمع من أبنائه أنهم على دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأنهم مسلمون لله سبحانه وتعالى. وهذه أعظم قرة عين تقر، أعظم أمر تقر به العين، أن يرى الإنسان ذريته على التوحيد متمسكون بهذا الأمر العظيم الذي خلقنا الله عز وجل من أجله. إذا صلح بقية العمل، وإذا فسد بقية العمل، لأن الشرك لا يغفره الله ويحبط جميع الأعمال، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا أعظم أمر تقر به العيون أن تقر عين العبد بتوحيد أهله وذريته. وذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك اختبارا في هذه الوصية، قال صلى الله عليه وسلم ما تعبدون من بعدي
فأجابوه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وما يستفاد أيضا من هذه الآية أن العم يسمى أبا، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أما علمت يا عمر أن العم صنو الأب؟ أن العم صنو الأب. ما معنى صنو الأب؟ الصنو هو النخلة التي يكون أصلها واحد ولها قرنين، يسميها العامة القرائن، فالأصل واحد والجذر واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: العم صنو الأب، يعني مثل الأب. فالعم له منزلة الأب، ولذلك سمي إسماعيل عليه الصلاة والسلام في هذه الآية أبا، وهو عم، ليس يعقوب ابنا لإسماعيل وإنما هو ابنا لإسحاق، فإسماعيل عمه، ولكن سمي أبا لأن العم يسمى أبا، والخالة تسمى أما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. فهذه وصية عظيمة لا بد أن نعتني بها عناية عظيمة، وأن نتدارسها وأن نتعاهدها حتى يتوفانا الله سبحانه وتعالى عليها، وهي قضية التوحيد، قضية الإسلام، قضية الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم قال رحمه الله: وأما الحديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب كرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولاهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم، وقد سبق الحديث بطوله. هذا الحديث تكلمنا عليه في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب إرادة المصنف له في هذا الباب أن المسلم إذا أحس بدنو أجله فإنه يوصي بالمهمات العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع قافلا من مكة بعد حجة الوداع أوصى الصحابة عددا من الوصايا، منها هذه الوصية في غدير خم، عندما أوصاهم بكتاب الله وأوصاهم بأهل بيته. فهذه هي الوصايا التي يوصي بها المرء، الوصايا العظيمة التي فيها النجاة في الدنيا والآخرة. يعني بعض الناس قد ينشغل بماذا؟ بالوصايا الدنيوية، ويترك الوصايا الأهم التي فيها النجاة في الدنيا والآخرة. انظر إلى وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما قال له، عندما وعظ الصحابة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع أو موعظة مودع، فأوصنا. يعني الصحابة علموا بمقتضى الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب أجله، قال: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فبماذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوصايا العظيمة، قال: عليكم بتقوى الله. فأول وصية أوصاهم بها تقوى الله، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تمر عليكم عبد، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. انظر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وصية مودع، أوصاهم بماذا؟ بهذه الأمور العظيمة. كذلك أنت يا عبد الله، عليك أن توصي أهلك وأصحابك وقومك بهذه الوصايا العظيمة التي أوصى بها الأنبياء والمرسلون، وجماعها تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما أو 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، ظن الرسول أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاتي كذا في حين كذا،
فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني يصلي. هذا حديث عظيم استنبط منه العلماء فوائد كثيرة جدا، نذكر ما تيسر منها. أول الفوائد في هذا الحديث العظيم حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. فمالك بن حيرث رضي الله عنه وأرضاه كان شابا ومعه شباب من قومه، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسافرين لتعلم العلم، وهذا فيه فائدة: شد الرحال لطلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا فيه مشروعية واستحباب السفر لطلب العلم. فهؤلاء سافروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم شباب، كانوا شبابا متقاربون، من أجل كانوا شبابة متقاربين من أجل أن يتعلموا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة ثالثة: أن المسلم يحرص على علو السند في العلم. فهؤلاء لم يذهبوا لأحد من العلماء، وإنما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فالمسلم يحرص على علو السند، فإذا كان هناك عالما كان هناك عالم كبير وهناك عالم أقل منه، فإنه يذهب إلى الأكبر حرصا على علو السند. وهذا وهكذا في كل أمور الدين يحرص المسلم على علو السند. فمالك بن حيرث ومن معه من الشباب ذهبوا مباشرة إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة: أنهم عندما قاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة يتعلموا العلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. ماذا يقول مالك بن حيرث؟ كان رسول الله رحيما رفيقا. كيف عرف مالك بن حيرث أن رسول الله رحيما رفيقا؟ عرفه من تعامله، وهذا واضح في تعامل الرسول. ولكن الأمر الخاص الذي جعل مالك بن حيرث يقول هذا عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر بشعورهم وأحس بحالهم. كيف ذلك؟ أي أن هؤلاء كانوا مغتربين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحس بحالهم وشعورهم، فسألهم عن أهاليهم فأخبروه، فأمرهم بالرجوع إلى أهله. فهنا فائدة عظيمة ينبغي المسلم أن يعتني بها، أنه إذا كان معلما كان رئيسا كان ذا ولاية أيا كانت، عليه أن يجعل نفسه في محل من هم تحته حتى يعلم شعورهم فيراعيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هؤلاء الشباب الذين جاءوا لطلب العلم وتركوا أهلهم، راعى مشاعرهم وحالهم، فأمرهم بالرجوع بعد أن مكثوا عنده 20 ليلة يتعلمون العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة خامسة، وهو أن الأصل أن الإنسان يكون عند أهله، وأن لا يترك أهله إلا لحاجة. فإذا ترك أهله لحاجة، فإذا انتهت الحاجة فليبادر بالرجوع إلى أهله. وذلك لأن البقاء عند الأهل فيه من المصالح العظيمة والكثيرة، منها القيام بأمرهم والقيام بحاجاتهم والقيام بتأديبهم إلى غير ذلك من المصالح العظيمة في بقاء الرجل بين أهله. ولذلك السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطع من العذاب، ومن عذاب السفر الغربة عن الأهل. فلذلك المرء لا ينبغي له أن يكثر البعد عن أهله ويكثر السفر من غير حاجة عن أهله، لأن الأصل البقاء مع الأهل، والخروج عن الأهل إنما يكون لحاجة أو لشيء عارض أو لترويح عن نفس قليل ثم يعود، فهذا لا بأس به. أما أن يعتاد المرء هذا ويترك أهله فإن هذا مخالف للأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرجوع إلى أهلهم. الفائدة السادسة في هذا الحديث قال: فظن أن قد شغنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا. وهذا فيه تفقد الراعي لأحوال الرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن أهلهم وتفقد أحوالهم، ثم بعد ذلك أمرهم بالرجوع، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. فأقيموا فيهم، وهذا شاهد لما ذكرنا أن الأصل الإقامة عند الأهل. قال: فأقيموا فيهم وعلموهم. هذا الفائدة السابعة، وهو أن الإنسان إذا تعلم علما فليعلم الناس،
وأعظم الناس حقا عليك في التعليم أهلك، فعلم أهلك أولا. قال وعلموهم. الفائدة الثامنة قال وامروهم، لا تكتفي بالتعليم فقط، إذا كان لك ولاية فأمر أمرا وأطر على الحق أطرا، لأنك مسؤول أمام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما مجرد أنك تعلم وتعرض عرضا وتمشي، هذا لا ينجيك عند الله. وهذا اليوم يفعله كثير من الناس، يقول لا نرغمهم، لا ننفرهم، إلى غير ذلك من الكلمات التي يعتبرونها من التربية الجديدة اليوم، وهي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب التعليم والأمر والأطر على الحق، إذا كان لك ولاية فأطر على الحق أطرا، لأنك مسؤول عن ذلك أمام الله يوم تقف بين يدي الله. الفائدة التاسعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا. طبعا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم صلوا مع الرسول عندما قاموا عنده 20 يوما، ومع ذلك أكد عليهم أوقات الصلاة، أكد عليهم أوقات الصلاة. وهذه الفائدة التاسعة، أن المسلم عليه أن يعلم بالقول وبالفعل، فهم تعلموا من الرسول بالفعل وأمرهم بالقول. وهنا أيضا فائدة العاشرة، وهي الحرص على وقت الصلاة، الحرص على وقت الصلاة. الإنسان لا يصلي على مراده هو، متى ما فرغ صلى، متى ما انتهى من شغله صلى، متى ما استيقظ من نومه صلى. الصلاة ليست على مرادك أنت، الصلاة على ما أراده الله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما الذي وقت؟ الذي وقت هو الله، عندما فرض الله عز وجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات في ليلة الإسراء والمعراج. فلما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ماذا؟ أول ما علمه أوقات الصلاة، أول ما علمه ماذا؟ أوقات الصلاة. فالمسألة عظيمة جدا. ولذلك يرى بعض أهل العلم أن من ترك فريضة واحدة حتى يخرج وقتها متعمدا يكفر بذلك. مسألة عظيمة. واليوم يتساهل كثير من الناس، ما يصلي إلا فارغ من شغله، ولا يصلي إلا إذا استيقظ من نومه، فينام عن الصلاة متعمدا ويتركها متعمدا، لا يرعى للوقت يعني حقه. وهذه خطورة عظيمة. قال وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا. قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذه الفائدة العاشرة أو الحادي عشر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا حضرت الصلاة أن يؤذن أحدهم، وذلك لأن الأذان فرض لا بد فيه، لا بد منه. فإذا كانوا جماعة لا بد أن يؤذن واحد منهم، وإلا أثموا جميعا. وإذا ترك قوم الأذان يقاتلون، لو أن أهل قرية كاملة تركوا الأذان يقاتلون. ولذلك الأذان شعار الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحارب قوما انتظر إلى وقت صلاة، فإذا أذنوا تركهم، إذا لم يؤذنوا حاربهم. فالأذان شعار الإسلام، فإن تركه قوم يحاربون عليه، ومن حارب على تركه كفر بالله، لأنه ممتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام. أما إذا كان الشخص منفردا، كان يكون في البر أو نحو ذلك، إذا كان واحدا فإنه يستحب في حقه الأذان. أما إذا كانوا جماعة فيجب عليهم وجوبا أن يؤذنوا، فإذا لم يؤذنوا أثموا. قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. أما في الإمامة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ولي أمكم أكبركم. وهنا الفائدة الثانية عشر، أن صلاة الجماعة واجبة حتى في السفر. فهؤلاء مسافرون، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة حتى في السفر. لذلك كثير من الناس إذا سافر يترك صلاة الجماعة، ما في صلاة جماعة عنده أبدا،
فيقال إذا كنت نازلا، إذا كنت نازلا وتسمع النداء فأجب النداء، أما إذا كنت سائرا فإنك تصلي متى ما حضرتك الصلاة، إذا حضرتك الصلاة صل، إن كان معك جماعة فيجب الجماعة، إن لم تكن جماعة فتصلي منفردا. وذلك من الأخطاء الذي يفعله بعض الناس في السفر، إذا كانوا جماعة يتوضأ أحدهم ويصلي منفردا ولا ينتظر زميله، قد زميله مثلا يتأخر في دورة المياه أو نحو هذا فيتركه يصلي لوحده، فيصلي هذا منفردا وهذا منفردا، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمالك بن حيرث؟ قال هو ليؤمكم أكبركم، وهم في سفر، يعني لا بد من صلاة الجماعة لأنهم جماعة. والفائدة الثالثة عشر قال وليؤمكم أكبركم، هل هنا يقدم الكبير مطلقا أو يقدم الأقرأ لكتاب الله ثم الأعلم بالسنة كما جاء في الحديث الآخر؟ الجمع بين هذا الحديث وذاك الحديث أن هذا الحديث هؤلاء متقاربون، متقاربون في العلم ومتقاربون في الإسلام، فإذا كانوا كذلك فيقدم الأكبر، فيقدم الأكبر، فلا يخالف هذا الترتيب في الحديث الآخر يؤمكم أقرأكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءات سواء، لأن يظهر أن هؤلاء في القراءات سواء، ما ليس عندهم علم كثير وليس عندهم قرآن كثير، لأنهم شباب توهم جايين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهم العلم، فلا يعارض هذا الحديث الآخر أنه يؤم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأكبر سنا ثم الأقدم إسلاما أو أقدم هجرة. الفائدة الأخيرة في رواية البخاري قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن نتعلم كيف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يفيدنا المتابعة، يفيدنا ترك البدع والمحدثات في العبادات. صلوا كما رأيتموني أصلي، في الحج قال خذوا عني مناسككم، في الوضوء قال من توضأ نحو وضوئي هذا، فدل هذا على أن العبادات لابد فيها من المتابعة، ولا يتعبد المرء لربه من نفسه ومن كيسه، وإنما لابد أن يصلي كما صلى الرسول، يتوضأ كما صلى الرسول، يصوم كما صام الرسول، يحج كما حج الرسول صلى الله عليه وسلم. أصلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه قاعدة عظيمة في باب الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يفيد المرء أن يبحث في كتب أهل العلم ويسأل أهل العلم عن كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أكثر العبادات، أكثر العبادات أحاديثا، أكثر العبادات أحاديث الصلاة، فالصلاة ورد فيها من الأحاديث ما لم يرد في أي عبادة أخرى، وذلك لأهمية هذه العبادة والطاعة العظيمة وهي الصلاة الفارقة بين الإسلام وبين الكفر. فعلى المسلم أن يعتني بها عناية عظيمة، وأن يبحث في كتب أهل العلم الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم أذكارها، يتعلم سننها، يتعلم صفات النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن الصلاة قد ترد فيها صفات متنوعة، فالمسلم عليه أن يتعلم هذه الصفات المتنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطبق السنة. مثالها دعاء الاستفتاح، أذكار الركوع، أذكار السجود، الأذكار في الرفع من الركوع، أنواع الصلاة الإبراهيمية، كل هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صفات التورك في الصلاة، يتعلمها حتى يطبقها، فيطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الفوائد على هذا الحديث، وإلا فإن العلماء ذكروا فوائد أكثر مما ذكرنا على هذا الحديث العظيم. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا كل خير وجنبنا كل شر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.